يقول السائل: ما حكم الناس الذين يتزاحمون على الحجر الأسود وعلى الملتزم؟ نرجو توجيه النصيحة. هذا لا يجوز الازدحام مع النساء ومع والإضرار بالناس. الإنسان إذا حصل له فرصة أنه يستلم الحجر ويقبله هذا سنة، إذا ما حصل فرصة يشير إليه. الأمر واسع ولله الحمد، ولا يزاحم في المطاف. كونه يطوف في أقصى المطاف ولا يزاحم أفضل من كونه يطوف قريبا من الكعبة ويزاحم الناس. الإنسان يتجنب الزحام، وكيف يزاحم يجل يؤدي سنة وربما يرتكب محرم وهو الإضرار بالناس وملامسة، يعني لمس المرأة ومزاحمة المرأة والفتنة، يأثم بهذا.